لسه في تغطية لبطولة الأمم الأفريقية بعد أقل من ساعتين هنبدأ معاكم ونتفرج كلنا على مباراة مصر والكونغو في تاني مباريات المجموعة الأولى واللي بتضم مصر والكونغو وزيمبابوي وأوغندا. معايا زميلنا ساجد النوري موفد برنامج 90 دقيقة في الاستاد دلوقتي. ساجد مساء الخير. مساء الخير يا دكتورة على حضرتك على كل المشاهدين 90 دقيقة. احنا دلوقتي في الاستاد الملعب الاستاد فتح الساعه 4. ايوه هنا الاجواء هنا تفرح اسر وشباب واطفال، كل الناس جايه نسيوا انتماءاتهم، ما فيش اهلي ما فيش زمالك، كله بيشجع منتخب مصر. ولحد دلوقتي الاعداد وصل بما يحاول 65,000 متفرج. هايل. ولسه الاستاد مفتوح، لسه لحد دلوقتي الاستاد ما اتقفلش. وان شاء الله ان هو الناس كلها عندها امل ان الماتش ان شاء الله تفوز النهارده على الكونغو عشان نضمن صعودنا رسميا للدور الثاني ان شاء الله. كلمني عن الدخول، كان شكله ايه في الاستاد والتنظيم عندك؟ الدخول كويس جدا، كل واحد محترم القوانين اللي محطوطه في الرولز اللي حطها الموقع الاستراتيجي. هو الموضوع كله انت بتظهر الفاين اي دي بتاعك وبتخش تظهر التذكره، والموضوع بيبقى الموضوع سهل جدا. الناحيه الامنيه مشدده عندك؟ مشدده لصالح اللي بيخش الملعب. اكيد مفيش اي مشاكل، مفيش طبعا اي مشاكل نهائي، والناس كمان متفاعله مع الامن، مفيش اي مشكله بتظهر. طب كلمني عن تواجد الاطفال والنساء والشباب والفتيات. هو الغريبه الصوره ان فعلا الاطفال والشباب كتير جدا. والاسر كلها بالنسبه لهم ان هي هم رايحين يتفرجوا على منتخب مصر، هم بالنسبه لهم دوسها. يعني احنا الموضوع ده احنا كنا نسيناه فتره كبيره قوي عن ملاعبنا المصريه. الاجواء فعلا هنا تفرح جدا، كله متفائل وكله بيضحك وكله بيشجع. طب والتنظيم يا ساجد؟ التنظيم اكثر من رائع، مفيش انا من لحد دلوقتي مش شايف قدامي ان حد بيشتكي. الدنيا كويسه جدا. هايل. طيب سمعنا صوت الجمهور اللي حواليك كده والهيصه؟ أنا مع حضرتك. ولا أنت بعيد عن الناس اللي بتغني وبتزمر هو دلوقتي ناس بتتابع الشوط الثاني من ماتش أوغندا وزيمبابوي لغاية دلوقتي نتيجة 1-1، وإن شاء الله إحنا قدامنا أقل من ساعتين وماتش مصر والكونغو مش إن شاء الله الساعة 10. إن شاء الله يا ساجد هسيبك تقضي وقت سعيد.